فهي رسالتي إن أنا كيف بستخدم أداة القتل والشر وبحولها لأشياء ممكن الإنسان يستفيد منها. فهي كانت الفكرة من البداية إني أعملها إكسسوارات وتحف فنية كمان برضو. بعد الفكرة إنه أنا تحويل قنابل الغاز هي برضو كانت رسالة، يعني حبيت أحمل رسالة من خلال تحويل قنابل الغاز لأشياء كويسة. طبعاً تواجد قنابل الغاز في كل مكان في أرجاء المخيم، أي مكان ممكن تتخيله أو ما تتخيله راح تلاقي فيه، يعني حتى داخل البيوت على من خلال البرندات تاعت البيوت على أسطح المنازل في كل مكان، حتى في بيوت في داخل البيوت داخل الغرف دخلت. وكوني أنا قريب على الجدار وهي أكثر نقطة بجمع فيها المشاكل المواجهات، فكان معظم قنابل الغاز تيجي عندي على باب المحل، ويعني كانت مزعجة بشكل كبير. ومن خلال هذا الشيء صرت أفكر طب هاي الأشياء اللي بتأذيني وبتأذي الناس في المخيم والناس كلها وبضطر إني أسكر باب محلي وهذا شو ممكن أسوي فيها؟ فأول فكرة اجتني اللي هي إني أحولها لإكسسوارات، كوني أنا من الأصل بشتغل في الإكسسوارات. قبل ما أبدأ فيها وقبل ما أعمل إعادة تدوير لها، وهاي القطعة طبعاً هاي منظفة بطريقة إن يعني لا سمح الله إن ما يصيرش أي تأثير على أي شخص ممكن يلبسها، يعني ممكن يلبسها بأي مكان ويمسكها بإيده ما راح تأثر عليه صحياً لأنها منظفة. فهاي الفرق ما بين أداة شر وأداة سلام، ورغم ذلك برضو هاي حمامة السلام. وهاي حمامة السلام.